مقالب رامز جلال ايام الدراسه، فاكرها لغايه دلوقتي؟ اه. قول لي من اول يوم لاخر يوم، هو زي ما هو، هو ما اتغيرش. ما بيتغيرش. لا لا لا، بص، رامز الولد الشقي المحبوب الجميل، الاخ، الابن، الجدع. رامز برضو يعني صاحب صاحبه، وسيبك من مقالب، هو على المستوى الانساني اخ غالي وابن غالي ومحب، ولو عارف ان انا بكح تلاقيه عندي وما تاخرش عليا. من عائله محترمه طبعا جداً. يعني جدا. وبعدين الوالد يعني رحمه الله يعني ده استاذنا جميعا، استاذ جلال توفيق طبعاً. وصاحب افضل علينا، وبيتهم ده بيت كرم، ويعني ربنا يخليهم لنا ويسعدهم ويكرمهم ويهدي رامز ويهدي رامز ويخليك لينا يا دكتور حبيبي ربنا.